السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. نرحب بكم في قناتكم الجميلة رحمة من الله. نقدم إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وذلك عن يوم الأحد الموافق 31/5/2020. فقد أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 6037 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وكذلك ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 6810 حالة. وأعلنت الصحة أيضا تسجيل 1536 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، وكذلك 46 حالة وفاة. وقد أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد الموافق 31/5/2020 هو 24985 حالة، من ضمنهم 6037 حالة الذين تم شفائهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وكذلك 959 حالة وفاة حتى اليوم.